وماذا بالنسبة للمتغيرات في المنطقة؟ يعني اليوم الاتفاق النووي الإيراني الأمريكي اللي كمان مش عم يوصل إلى خاتمة، وأيضا كمان بالنسبة للحديث وأيضا عودة يعني علاقات يقال دبلوماسية بين السعودية وإيران، يعني كمان هل نحن بانتظار هذا المشهد الإقليمي ليكتمل لي أيضا تكون الأمور في لبنان تتجه إلى حل أم إلى تصعيد كما هو الحال الآن؟ يعني اول مشهد بدنا نقف عنده هو مشهد 15-16 تموز، اللقاء اللي بده يحصل بين الرئيس الامريكي جو بايدن وفي السعوديه وبين قاده العرب، يعني سيكون ولي العهد السعودي هو يعني بالاجتماع الى جنبه الرئيس التركي، امير قطر، الرئيس السيسي، يعني قاده الدول الخليجيه في موقع انه يؤكد على موقف عربي في مواجهه ايران. بدنا من هون ننطلع نشوف شو راح ينحكى. يعني اليوم امريكا اقتنعت انه ما فيها تتخلى عن حلفائها، اقتنعت انه ايران هي تثير الشغب، امير قطر عمل اتصالات وكل المؤشرات تقول انه لم تحقق نتيجه لانه ايران تستمر في عمليات التعطيل، يعني وعدم احراز تقدم وعدم رتب احراز تقدم. من هون ستكون النقطه الاساسيه انه المرحله هي تتبع هذا الاتفاق او هذا اللقاء في ظل ما يحكى عن ناتو عربي، ما يحكى عن التهديد الاسرائيلي لايران. يعني ما في انا الا كمراقب اليوم الا انه نحن بدنا ننطر هذا الموقع، هذا الاجتماع، تنشوف شو بيصير من بعد منه، لانه النظريه كانت تقول يجب انه نحرز تقدم امريكا مع ايران، نحصل على نفط مع هي والخليج ونعمل تطبيع بيناتهم، نتجه نحو الصين فشلت. تبين انه اليوم ايران مستمره في تمددها، هذا سيعرض في هذا الاجتماع. لبنان قديش حصته من هالكلام، يعني عم نسمع كنا بكل بيان بكل لقاء كان بجولة ولي العهد السعودي بأردن بقطر بوقت الخليج بالإمارات بمصر بتركيا، كلام عن دور لبنان وضرورة إجراء إصلاحات ويعني إيجاد حل لسلاح حزب الله. هذا بدنا نشوفه، هل سيكون هناك مع الوقت لبنان مقابل اليمن، لبنان في رئيس جمهورية أي رئيس جمهورية، سيكون لبنان على الخريطه بنسبه 2-3% من جدول الاعمال، الا انه بدنا ننطر بعض منها وشو ممكن يصير بالواقع اللبناني. طيب كيف سيتصرف النائب جبران باسيل برايك خلال الفتره المقبله طالما هو مقيد بهذه الطريقه؟ يعني عنده كثير امور بده يخلصها قبل نهايه العهد، منها تغيير حاكم مصرف لبنان، منها تعيينات بالادارات الرسميه، يعني في مكاسب يحاول الحصول عليها قبل انتهاء هذا العهد، وبالتالي واضح بانه عم بتم محاصرته كي لا يحصل عليها، فكيف سيتصرف برايك خلال الفتره المقبله؟ يعني اذا بيقدر يغير ميشيل عون قبل وقته جبران باسيل بيكون حقق للشعب اللبناني خطوه انقاذيه، لانه اليوم صحيح بالبلد في منظومه فاسده ومجرمه من سنه 90 هي تدير البلد، الا انه ميشيل عون اذا جبران باسيل كان عندهم بعض امكانيه يطلعوا بالبلد حطوا حالهم مع هذا الفريق وفتوا بالصفقات وبالتسويات وبكل انواع الفساد. اليوم ما بيقدر جبران باسيل يطرح هذه الامور من باب تغيير، هو اليوم شخص مدان بعقوبات ماجنيسكي، هو شخص متهم بالفساد، هو يريد ان يسوق ذاته. يعني لو رئيس ميقاتي بده يشيل رياض سليمه او اخرين كنا شفنا تفاهم قبل الحكومه مع جبران باسيل وجبران باسيل صوت له وكانوا فاتوا على تسبيل، ما حدا رح يعمل تفاهم مع حدا في نهايه العهد. جبران باسيل حقه الطبيعي يلعب لعبه رئيسيه باسلوب سلبي كما عمد اليها الرئيس ميشيل عون، هذا اسلوب معتمد، هذه مدرسه في الفساد والتعطيل. من هذا الواقع كل الكلام هو في الوقت الضايع، لن يستطيع ان يحقق شيء بعد اليوم، هو معطل ولن يستطيع ان يكون معطل، هو فقط يعني يثير ردات فعل، وهذا واقع ظاهر لست انا اتجنى عليه يعني في هذا الكلام، انما لن يستطيع جبران باسيل بعد اليوم ان يعطل الاستحقاق الرئاسي او يفرض شروطه، لا حكومه لا تغيير لا رياض سلامه، فليذهب يعني اي مسؤول الدوله اليوم نحو الهم الاجتماعي الاقتصادي. اليوم في اتفاقيات دوليه اول مخاطرها مواضيع انه اصلاحات، مواضيع الودائع، مواضيع يعني الهيكله بالمصارف.